سلام الله عليكم. بعد واقعة مسجد حسان التي عملت المواقع على نشرها بشكل كثيف لخلق البوز والتغطية على بوز المقاطعة، لكنها لم تنجح ولن تنجح أبدا. لكني أقول لكم في هذه الحلقة كتنبيه ماذا يمكن أن يحصل في حالة ما إذا فشلت المقاطعة، رغم أن هذا احتمال بعيد. إذا فشلت المقاطعة سوف يتم الانتقام من أمنا جميعا، سوف يتم الانتقام من أم الشعب. الدولة الآن تدرس حالة الاحتجاج الجديدة هذه التي وقفت عاجزة أمامها، فهي سلمية تماما. يروجون لتهمة التشهير مؤخرا، وربما تتم دراستها من أجل استعمالها لمعاقبة كل من ينتقد أي شيء وأي شخص. لكن الدولة لن تستطيع أن تفعل كل هذا إلا إذا فشلت المقاطعة. الخلاصة، إذا فشلت المقاطعة سيعرفون أن الشعب المغربي قد خسر آخر سلاح يملكه، وهو سلاح المقاطعة، وستطغى تلك الشركات أكثر وسوف تحاول تعويض خسائرها. سترتفع الأسعار بشكل جنوني، وربما تتحد الشركات ضدكم. نحن قطعنا من يتحكم في السوق، مثلا سنترال، إذا قامت بخفض الثمن تقوم جميع الشركات الأخرى بخفض الثمن ببساطة، لأنها تستحوذ على 60% من السوق. وإذا باعت سنترال مثلا الحليب ب3 دراهم، فيستحيل أن يشتري المواطن حليب شركة صغيرة بثمن أكبر. قطعنا كذلك شركة مياه والماس سيدي علي، لأنها أيضا تسيطر على 60%. وقطعنا أخ النوش عقابا له بسبب مخطط المغرب الأخضر الذي جعلنا نستورد القمح ونستورد الكثير من المواد الفلاحية، رغم أننا نسمى بدولة فلاحية ولا نحقق حتى الاكتفاء الذاتي. وأيضا قطعناه بسبب احتكار إفريقيا لبيع المحروقات بالمغرب. لذلك احذروا أن تفشل الحملة، والحل هو أن تنسى أيها المواطن، أن تنسى، أن تقوم بحذف ذلك من عقلك. ماذا ستحذف؟ أن تنسى أن هناك شركات اسمها سنترال، دانون، سيدي علي، ألماس أو أفريقيا. انسى أن هناك هذه المنتوجات في الاقتصاد المغربي، واشتري فقط من الشركات الأخرى إلى أن تخفض السعر، أو سنبقى هكذا دائما. ثقافة استهلاك جديدة. أرجو أن تقوموا بإيصال هذه الرسالة إلى الجميع. لا نريد أن نخسر أكبر إنجاز دخلنا به إلى التاريخ وأبهرنا العالم به. نريد أن تدرس الأجيال حملة المقاطعة هذه التي انطلقت منذ سنة 2018، وقامت بتغيير الاقتصاد المغربي من اقتصاد احتكاري إلى اقتصاد تنافسي. شكرا لكم وإلى اللقاء، ودمتم أحرار. انشروا إذا كان يهمكم مستقبل أبنائكم ووطنكم. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.